ماتش سان داونز محتاج تركيز كبير جدا واستعداد من النهارده. النهارده كان في تدريب صباحي، بكره الفريق هيخش معسكر، الجمعه هيتمرن على الملعب الرئيسي استاد القاهره، ثم يوم السبت المباراه ان شاء الله الساعه 9 بتوقيت القاهره. طيب بيتسو موسيماني النهارده عقد محاضره مع اللعيبه، وبيتسو موسيماني دايما من المدربين اللي بياخد مساحه وقت اكتر في المحاضره النظريه. اتكلم النهارده مع اللعيبه وطالبهم بالتركيز الشديد في مباراه سان داونز، مفيش اي حاجه تشغلهم قبل هذه المباراه، لا بديل عن الثلاث نقاط وتقديم افضل اداء في ظل ان الفريق ظاهر بشكل كويس في الفتره الاخيره، سواء في مباريات كاس العالم للانديه او حتى مع استئناف مباريات دوري ابطال افريقيا مع الهلال السوداني ومباراه المقصه في الدوري. فبالتالي كل دي دوافع جديده بيحاول يخلقها بيتسو موسيماني مع الفريق خلال هذه الفتره. طيب كمان النهارده بيتسو موسيماني ادى ثنائي الفريق او ثنائي خط الوسط اليو ديانج وحمدي فتحي راحه من المشاركه في المران الجماعي، نزلوا ملعب التيتش قدام اهو في بعض اللقطات الخاصه والحصريه من مران اليوم الصباحي، نزلوا الملعب وقفوا مع الجهاز الفني، سمعوا المحاضره لكن ما شاركوش في المران الجماعي والتقسيمه الجماعيه، رجعوا بعد كده للجيم، خدوا بعض التدريبات البدنيه مع الجهاز المعاون بقياده تكيبي محلل او مخطط الاحمال، وده في اطار بقى الاحمال البدنيه والقياسات البدنيه اللي بيعملها الجهاز الفني عشان يعرف مدى جاهزيه كل لاعب وامتى يخف الاحمال وامتى يزود الاحمال. وبالتاكيد ده شغل كبير جدا لان الناحيه البدنيه بصراحه شغل رائع من مخطط الاحمال لكيبي مع النادي الاهلي ومع الكابتن سامي قمصان وايضا كمان المدير الفني بيتسو موسيماني. طيب النهارده علي معلول ومحمد عبد المنعم انتظموا في المران الجماعي، كلنا عارفين ان الجهاز الفني فضل ان يريحهم في مباراه المقصه، وجزء من التفكير في راحتهم في ماتش المقصه عشان يكونوا جاهزين بنسبه 100% في مباراه سان داونز. كان سهل جدا يلعبوا امبارح، لكن ما كنتش تضمن بعد الاداء امبارح والقوه البدنيه وضغط الماتشات ممكن يلحقوا يلعبوا ماتش سان داونز ولا تفتقد حد منهم في مباراه سان داونز. الجهاز النهارده يمكن اداهم بقى الفرصه ان هم يشاركوا في المران الجماعي عشان يستعدوا لمباراه سان داونز، وان شاء الله علي معلول ومحمد عبد المنعم هيكونوا جاهزين بنسبه 100% في مباراه سان داونز. على الجانب الاخر ايمن اشرف كنا عارفين ما كانش موجود في ماتش الهلال السوداني بسبب الكارت الاحمر، وده كان ايقاف من الاتحاد الدولي بسبب كارت احمر في كاس العالم للانديه، لكن بعد ما رجع الفريق من السودان المفروض كان هيكون جاهز لماتش المقص. ايمن نتيجه ضغط المباريات هو من اللعيبه دايما اللي ساعات بيتعرض كده لاصابات في الركبه، فبالتالي ما كانش جاهز لماتش المقصه. طب ماتش سان داونز كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان ايمن اشرف عنده الام في الركبه وهيأدي تدريب برنامج كده في الفتره اللي جايه منفرد، وفقا بقى اللي هيحدده الجهاز الطبي هيشوف ممكن يتعافى ويلحق ماتش سان داونز ولا يكمل في البرنامج التاهيلي. لكن عموما في علاج طبيعي لايمن اشرف الفتره الجايه عشان يشوف مدى جاهزيه او جاهزيته في ماتش سان داونز، وسواء تواجد ايمن او غاب الحمد لله يمكن الفريق يعني كل اللعيبه بلا استثناء جاهزه للمباراه، في علي معلول، في محمود وحيد، كريم فؤاد لعيب جوكر بيلعب باك رايت وباك ليفت، فان شاء الله الفريق على اتم الاستعداد لمباراه سان داونز. خبر من الاخبار المهمه جدا والاخبار المفرحه عوده محمود متولي. كلنا عارفين ان محمود متولي يمكن سافر مع الاهلي للدوحه مع موعد لقاء السوبر امام الرجاء في اخر شهر ديسمبر، وكانت الفتره دي فتره تاهيليه لمحمود متولي في احدى الاكاديميات الطبيه في الدوحه مع اكاديميه سبيطار عشان ينهي برنامج تاهيلي وعلاجي بشكل كبير جدا وبشكل شامل عشان يرجع يخوض مباشره التدريبات الجماعيه والمباريات في الفتره اللي جايه. النهارده اول مران لمحمود متولي عقب العوده من الدوحه عشان يبدا يخش بقى في المباريات في الفتره اللي جايه. مهم بشكل كبير جدا وجود محمود متولي الفتره الجايه مع الاهلي، ان محمود متولي من اللعيبه اللي تقدر تبني عليها الهجمه وهو بيلعب في خط الدفاع. يعني محمود متولي، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، انت بتتكلم عن خمس ست لعيبه يعني لا غنى عنهم في اي فريق او حتى في اي منتخب. عوده محمود متولي انا شايفها اضافه كبيره جدا للاهلي، نتمنى يا رب يرجع للمباريات الفتره الجايه والاصابات تبعد عنه شويه، لانه اللعيبه من اللعيبه اللي عندها سوء حظ سواء هو او محمد محمود، لكن عودته ومشاركته النهارده في المران الجماعي حاجه تسعدنا بالتاكيد. ايضا كمان بيرسي تاو، كابتن سيد عبد الحفيظ امبارح عقب مباراه مصر المقصه قال ان بيرسي تاو جاهز بنسبه 100% لمباراه سان داونز، وان شاء الله هيكون جاهز بشكل كبير في هذه المباراه. كابتن سيد قال خلاص انتهت مباراه مصر المقصه بايجابياتها وسلبياتها، قفلنا
الحديث في هذه المباراة، وعندنا مباراة كبيرة جدا مع سان داونز إن شاء الله يوم السبت اللي جاي. وقال فكرة إن الأهلي عنده موسم طويل ده الناس كلها متابعاه وعارفاه، لكن في نفس الوقت لازم الجميع يكون على درجة عالية من الاستعداد وعندهم قناعة إن الجميع هيحصل على فرصة في أي وقت، لأن أعظم اللعيبة في العالم بيجلسوا على دكة البدلاء، ورغم ذلك بيشاركوا وبيتواجدوا على درجة استعداد كبيرة على المستوى الذهني، وده اللي شفناه في الأهلي خلال الفترة الأخيرة. كابتن سيد قال المعسكر هيبدأ من يوم الخميس، لأن عندنا أربع مباريات قادمة مفيش فيها هزار، يعني